النمرة غلط يا حبيبي. غلط يعني ايه؟ هي مش دي 6 2 6 7 8 9 0 0 2. طيب ممكن اكلم ماما هناك والنبي، علشان انا بابا بيقولي اكلمها. طب بابا معاك؟ لا، انت اسمك ايه؟ محمد. محمد؟ اه. فين بابا محمد؟ مش موجود بقى. طب انت عايز طنط؟ نزل عشان عايز يحط بنزين في العربية. عايز طنط مين طيب؟ ماما، عايز ماما. ماما؟ عايز. لا النمرة غلط يا حبيبي، واحد عايز امه. حضرتك؟ الو؟ الو. ايوه. اه طنط. ايوه حبيبي. هي ماما فين؟ انت مين يا بابا؟ انا محمد. ابن مين؟ ماما ابن مين؟ بابا اسمه ايه ولا ماما اسمها ايه؟ ماما هناء. ماما هناء؟ طنط ممكن اكلمها؟ يا بابا النمرة غلط يا حبيبي، اطلبها تاني يا بابا، اتأكد منها انت بتطلبها يا بابا. طيب يعني ده الرقم مظبوط؟ انت طالب انهي رقم؟ 2 6 7 8 9 0 2. اه يا بابا انت كاتب، بس اقراها تاني يمكن فيها حاجة متغيرة، انت زي ما طلبت كده، بس بص تاني كده يمكن تكون في حاجة متغيرة يا بابا. يا ماما مش موجودة؟ لا يا حبيبي انت لوحدك في البيت ولا ايه؟ اي ما تعيطش يا حبيبي. بس انا خايف. لا يا حبيبي ما تخافش. طب نور النور ولا التلفزيون ولا حاجة. العفريت، العفريت اطلع. لا يا حبيبي ما فيش حد يا بابا، ولع التلفزيون. ما عندي ناس. ما عندكوش تلفزيون؟ لا. انت ساكنين فين؟ علشان بابا راح يحط بنزين في العلبية. بابا زمانه جاي يا حبيبي ما تخافش يا بابا، انت عندك كام سنة؟ عندي عندي كده. عندك كده كام؟ 1 2 3 4 5. ده حلو خالص وكبير اهو. 8. 8 سنين مرة واحدة؟ طب ده انت راجل وامور اهو. لا انا مش راجل، انا عيل. لا انت مش عيل ولا حاجة، انت راجل. طيب اكلم ماما هناء فين بقى؟ ماما هناء مامتك انت؟ اي. هي راحت فين بقى؟ ما بابا بيقول ان هي راحت عند طنط عزيزة، وانا بكلمها عن طنط عزيزة فمش لاقيها. طنط عزيزة بتشتغل ايه طنط عزيزة؟ مش عارف. يعني انت دي نمرتي انا هي طنط عزيزة يعني؟ مش عارف، هو بابا اداني النمرة دي وقال لي اكلم عن طنط عزيزة، هتلاقي ماما مستنية هناك. لا يا حبيبي كنت قاعد خايف علشان ممكن العفريت عايز يطلع لي من الزبالة. لا يا حبيبي مفيش يا بابا عفريت ولا حاجة، انت قول يا رب خليك معايا يا رب ساعدني. مفيش يا بابا حاجة اسمها كده خالص يا حبيبي. انت لوحدك خالص في البيت؟ ها؟ امال لوحدك في البيت؟ ايوه. اقعد في البلكونة، مش البلكونة جنبك؟ لا خايف اروح البلكونة عشان العفريت مستني هناك. لا يا بابا مين قال لك كده يا حبيبي؟ مفيش حاجة. هو بابا بيقول ان العفريت قاعد في الزبالة. لا يا حبيبي لا 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 يا حبيبي مفيش عفريت ومفيش حاجة خالص يا حبيبي، ما تخافش يا بابا. امال العفريت قاعد فين؟ مفيش عفريت خالص، طالما انت بتقول يا رب، ربنا ما بيخليش فيه عفريت في البيت خالص، طالما انت بتقول يا رب يا حبيبي. بس هو مرة طلع لي وانا صغير طلع لي. لا يا بابا مين قال لك الكلام ده؟ هو قال لي. مين قال لك؟ بابا؟ لا العفريت قال لي كده. لا قال لك كده ازاي بقى؟ قال لي ان هو بيقعد في الزبالة وما تروحش عندها عشان ممكن هيطلع ياكلني. لا يا حبيبي. طيب طنط انا هقفل بقى. اقفل يا حبيبي ما تخافش. خلاص علشان احسن يطلع لي من التليفون ولا حاجة. لا ما تخافش. طيب اوكي باي باي. سلام.